اختلاف العلماء, بتحق... العلماء نعمل ايه طيب الاراء احيانا بتختلف وتتنوع اختلاف امتي رحمة كما ورد ذلك وبعض العلماء قال وان كان هذا الحديث ضعيفا الا ان معناه صحيح فعلا ثبتت الرحمه في اختلاف المذاهب، أن الانسان قد لا يستطيع ان ياخذ بمذهب فيسال شيخا اخر فيدله على مذهب اخر يستطيع ان يعني يعيش به بهذا الامر فان شاء الله الاختلاف رحمه والاختلاف واسع ولا ينبغي ان ينكر ابدا مسائل الاختلاف ولا ينكر على المخالف. مولانا بيقول طيب لو في راي حد قاله غلط ونفذته يعني أعمل إيه؟ لا أو احنا بنقول بقى طالما الاختلاف رحمة يبقى أنت عندما تسأل عالما أو تسأل شيخا يعني سل متخصصا في مجال الفتوى رجاء انتبه إلى هذا فليس كل يعني من يعتلى منبرا يكون صالحا للافتاء وليس كل يعني انسان ملتزم مع الله سبحانه وتعالى ونشوفه كده دايما أطلق اللحيه بتاعه نقول اه ده هو يصلح للافتاء فيا جماعه الله يكرمكم سالوا المتخصصين علشان ما نقعش في التخبيط اللي احنا بنقع فيه كل يوم الناس بيوتها بتتخرب والناس بي بي بتقع في الحرام بسبب تخبيط البعض في مسائل الفتوى الفتوى لها يعني المتخصصون القائمون عليها رجاء ذلك